الشباب اليوم جلسة يعني سواليف وضحك وناسة وميزات يعني وش استفدتوا من البرنامج واستفدتوا. نبدأ من فهد، لا تخلوا الجلسة رسمية، سولفوا ما هو كل واحد شاتها باثنين، يعني لازم واحد يسأله، خلوا الجلسة حبية، اللي بتداخل يتداخل عادي. سم يا فهد. والله يوم تقول شو استفدت من البرنامج، انا اتكلم عن نفسي، استفدت اشياء كثيره صراحه. ها، اول شيء الجوالات استبعدت عنها. اسلم. بعدت وعشت حياتي، انا من قبل اصلا لاجل البرنامج، كنت الجوال ما لقمت القى انخفضت مده استخدام الجهاز، فكنت اقول يوم الثاني ابغى اقل بعد اقل. ودخلت البرامج وجت خيره. ابتعدت عنها مره. عشنا الواقعيات نسولف نستانس الامور زينه. بيض الله وجهك. تسلم يا وليد. من قال سالم. اول شيء امسي عليكم بالخير جميعا. الشيء الثاني انا اللي فرق معي من يوم ما دخلت البرنامج الغربه، يعني انا انسان ما تعودت على الاغتراب عن اهلي اطلاقا، ولا اقدر على الشيء هذا الوالد والوالده. بحكم ان الوالد يشتغل في جيزان، فيعني تقريبا الوالده واخواني هم اللي ما كنت متعود اني ابتعد عنهم كثير. مده اسبوعين تقريبا كانت كثير جدا، غيرت فيني حاجه. الشيء الثاني احنا تعرفنا على شخصيات مختلفه اطلاقا، يعني كل واحد له شخصيه مختلفه، كل واحد له حاجه تستفيد منها وتتعلم منها. الاشياء اللي عندك انت داخلك تقدر تطلعها هنا في البرنامج، هذه منصه قويه انك انت تقدر تستفيد منها بشكل كبير. وباقي قدامنا 96 يوم ان شاء الله بنشوف الاشياء الكثير، حنعيش ونشوف ان شاء الله بحول الله. الله يوفقكم سهل امركم. سلام يا اول شيء امسيكم بالخير. يا مرحبا. تعال هنا، تعال هنا، هنا هنا. هذا من الناس اللي ما رقدوا يا بخيت. هذا يكوي ثوبه. هذا ما رقد، يكوي ثوبه. هذا ما يمديك تتصرف هذا يا ولد. مكوي ثوبك عيني. يلا حي عبد المجيد. الله يبقيك. وش حالك طيب؟ وش النوم هذا يا ولد عندك؟ شلونك طيب؟ الله يعافيك. تسلم يا وليد. يا ايش اسمك؟ الشيء الوحيد اللي استفدت منه فيصل، اللي هو الجوال. انا من النوع اللي كنت 24 ساعة على الجوال. من يوم اصحي لين انام. فبس هذا هو الشيء الوحيد. من اللي بعده؟ سلطان. سلطان الله حيه. سلطان الصامت هذا ما ينفع يا ولد. نبغى واحد يشعل. ايش صامت؟ تتكلم انا. صامت اسهل تكلم. حط نعم. الله استفدت حقيقة الأمر أول شيء معرفة الرجال هذيل كلهم والتعرف عليهم، ومن ثم عرفت ثقافة كل واحد فيهم، حقين حال حقين الرياضة، يعني ممكن استقطبت منهم معلومات. أحسن. غير العلم ما شاء الله، المبادرات اللي فيهم يعني تعلمت منهم أشياء كثير جدا. وبس والله. الله يوفقك. يسلم يا رعاة الطايف. رعاة الطايف من الطايف أنت ولا من وين؟ من الطايف. من الطائف ولا دون الطائف شوي؟ لا بالله من وادي بسد عساسي. شركة الطائف اجل. اسلم. طال عمرك غير معرفة الشباب وغير وغير وغير، انا الصراحة يعني ابرز حاجة تعلمت منها اللي هو المايك والكاميرا. يعني كلمتك محسوبة، اي حركة تسويها محسوبة. فتذكرك بلاية اللي هي وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحسنت. فلو أن نتعامل في حياتنا مثل ما تعامل مع الكاميرات ومع المايك، تحسب كل كلمة كلف حساب، تحسب الحركة كلف حساب، فعز الله نمورنا طيبة وأن المطر ما بينقطع. والله كلام جميل صحيح. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وأن موفق يا ابو لاف. الله يوفق الوجه يا حبيبي. اسلم يا اول شيء مساكم الله بخير جميع. اول حاجه الغربه، انا ما عمري اغتربت من تبوك مده اسبوعين، يعني مده اسبوعين اللي انا الحين غبت فيها ما عمري اغتربت عن تبوك، يعني الاهل بعد. ثاني حاجه اخوه الشباب الطيبين، كل واحد ما شاء الله تبارك الله مختلف بثقافته معلوماته. والشيء الاخير اللي هو كل فقره نستفيد منها، كل فقرة في البرنامج هذا قدمت لنا فائدة. واترك كلامي لأخوي بخيت. أنا والله أول مكاسيب البرنامج معرفتي بالمطاليق هذول الكل. والله كيف والله. إي والله. والصبر أنا عندي حايتين ما أصبر منهم. دلاسي مع أهلي ولا حلالي.
إن كان غيبت عن حلالي تراني عندها لي، وإن كان غيبت الحلال شرق النعيري. يا مال السيد. أي والله. وشبل. مجهيم الله الله. أي والله هنا. أسلم. إن كان عند حلالي تراني تغيبت عن حلالي. الحين تغيبت عنها كلها وعسى الله يزينها ويصبرها إن شاء الله. الله يسهل أموركم ويوفقكم. أسلم يا أبو هيف. أما أنا بالنسبة لي أنا لخصها في ثلاث نقاط. خليني ببدأ المهمة أول واحدة خلوها على جنب بقولها آخر شيء. أما الثانية يمكن قلتها قبل أنا قدام الأخوان أبو سلطان وعلي وسعود العتيبي. أنا يمكن يوم جيت من الخرج كان لي بيت في الخرج، ويوم دخلت البرنامج صار لي بيت في كل مناطق المملكة، وصار لي بيت في أبو ظبي جعلها السيل. فهذه من بركات البرنامج أشهد الله. استريح وليد، وليد استريح ووصل أعطى واحد يصبها أنا خشبك. لا مالك مرحبا وسهلا. أسلم. أما الثالثة أنا رجال نشيط على منصات التواصل الاجتماعي من قبل، من زمان يعني، من قبل البرنامج من زمان يعني، فما كنت أتوقع في يوم من الأيام أني أتغيب لفترة عن منصات التواصل الاجتماعي. فالبعد عن الجوال والبعد عن صخب منصات التواصل الاجتماعي تجربة فريدة جدا وراح تبقى في مخيلتي. أما النقطة الأولى وهي بالنسبة لي الأهم للأمانة هي محبة الناس وثقتهم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا عند حسن ظنهم وأن على قولتهم ان الله يوفقنا للشيء اللي يجملنا ويجملهم. الله يسهل امركم. سلطان اسلم يا سلطان، مع الشخصيه هذه ما لها شكل، قسم بالله راح في اي بي. بالله عليك انا قلت بدي اطربك اليوم تشوفني بثوب. اسلم اسلم اسلم. والله شوف انا عن نفسي هي تجربه جميله تكون بين مكان يعني كله يعني صور واحد تجمع 26 شخص كانوا والان 23. استفدت منهم خاصة أنا أتكلم كمتسابقين اللي هم أخواني ما أشوفهم متسابقين. بدال أول ما أبحث عن المعلومة كل واحد عنده تجربة في الحياة وعنده معلومة معينة أو عنده ثقافة معينة، يعني مثال أخوي أحمد الأشياء اللي فيها بحث وما بحث في الأمور دي ممكن أحمد يفيدني فيها، أخوي عادل الشباب كل من واحد منهم عنده معلومة أستفيد منها بدل ما أبحث عنها فألقاها عنده بطريقة سهلة. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا. سلام عليكم ورحمة. أرحب. يلا حيهم. نور يلا حيهم. يا هلا. هلا أبو هدال شو النوم هذا يا ولد؟ يلا حيه. كيف حالك؟ فهد 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 والله أنت عود فهد فهد والله أنت عود الله والله أنت عود. كيف الحال يا الربع؟ الله يجمل حالك. هلا أبو هدال يلا حيه. الله يسلمك. السلام يا ابو. فاللي اعيده يعني في فئات عمريه يعني في من الصغير وفي من الكبير، وما اخذوهم القناه الا هم عارفين ويقنين انهم هذيل راح يقدمون ماده. فمثلا استفيد من مهند، استفيد من عمر، يعني كل واحد له والله العظيم خبره كافيه انا استفدت منها هذه من خلال دخلت لها البرنامج. بس بيض الله وجهك يا ابو. السلام يا فهد. بالنسبة للفائدة اللي استفدناها هنا في البرنامج يا أخي ابتعدنا عن الطاقة السلبية. فعلا الواحد أول من يوم يصحى يمسك الجوال يصبح على أخبار سيئة أو يمسي على أخبار سيئة أو فلان قال وفلان سوى وفلان قضى. أنت الحين عايش حياتك تسوي اللي تبغى تسوي، في الليل تقرأ قرآن ولا تقرأ لك كتاب، إذا صحيت تسولف مع الشباب تحس أنك متفرغ لنفسك صدق وتأدي اللي عليك. طيب والشاحن وش وضعه دي اللي لقوها الشباب؟ ايش حشاحن الشرشف؟ سلام يا سعد. الله يوفقك على وجهك. السلام يا حبيبي. السلام عليكم بالخير جميعا. حياك الله. لو انت صامل على الجوال ترى غير فكرك عنه يا اخي. السلام. الله يعافيك. والله تجربه حلوه وجديده من ضمن تجارب الحياه، استفدت من جميع اخواني الموجودين تعلمنا منهم، وان شاء الله القادم اجمل قدام 80 يوم باذن الله. عسى الله يوفقكم سهلا تفضل ان شاء الله. اول الله يمسيكم بالخير جميعا. شيء ثاني قبل لا بس اتكلم عن فائدتين البرنامج، قدامنا في يوم جمعه ودي تصلون على النبي. اللهم صل على سيدنا. وكذلك لا تنسون سوره الكهف تقرونها. الله يجزاك خير. الشيء الثاني بالنسبه لفائدتي بالبرنامج، اولا والله معرفه الرجال هذولي جميعا، وفعلا معرفه الرجال مكسب، وزي ما قال عادل صار لك في كل ديرة بيت. شيء ثاني استفدت من الغربة، يعني أنا نفس الشباب يعني ممكن أسبوعين هذه ما تعودت أني أغيب عن أهلي ولا أغيب عن أخوياي ولا أغيب عن المجتمع اللي أنا كنت فيه. الأمر الآخر الابتعاد عن الجوال، لأنه فعلا كان يأخذ منه وقت
وكذلك يعطيك يعني نتائج سلبية، يعطيك طاقة سلبية، لا في النوم لا في الأخبار السيئة اللي تشوفها. بس أترك الكلام لأبو عبد الله. سلام يا وجهك أبو عندي عندك الله خير. أنا استفدت معرفة الرجال، غيرها والله أني قدر حاولت أقرأ ذا الكتاب لي 5 أيام، أفتح الفيروس وما قفله، أفتح الفيروس وقفله. وش اسمه الكتاب وش اسمه؟ ولدت ايش؟ لتفوز. لتفوق. وش اسمه يا ابو؟ لا تغشش، ما اعرف اقرا عربي. لتفوز. والله انت من حقين رمضان يقول سمح رمضان هذا، ترى من ولدت لتفوز. وي كذا كويس. تفضل. السلام يا احمد. يا مرحبا. يا ربع اخويك متكلم، اسلم. والله الفوائد واجد، و لا شك ان اعظمها معرفه رجال المطاليق، واهم شيء عرفت قدر كل واحد برا عند احمد. اللي اشتقت له شوق عظيم، عرفت ان قدره عظيم عندي. وفي ناس والله ما حسيت بفقدهم ولا حسيت بشيء، فبالنسبه لي ما يفرق عندي شيء سواء غبت عنه ولا ما غبت عنه. لكن في بعض الناس اللي برا اللي غبنا عنهم، لا شك ان الواحد يشتاق لهم، خاصة اذا خلص البث جو على البال، وهذه نعمة من ربي سبحانه وتعالى. الناس الطيبة اللي تحبهم ويحبونك، ولا شك ان من النعم العظيمة انه نحن الان في منبر اعلامي عظيم مثل قناة الواقع، الواحد يقدر يطلع كل اللي عنده، وهذه نعمة ما تحصل لاي واحد. عسل الله يوفقك يا وجه احمد، انت ومن يسمع. السلام يا فهد. مساء عليكم بالخير جميع. حياك الله يا اخي. شوفوا لازم واحد يحط عارض منكم، والله ما يصير القسم بدي اضيع فيهم الثلاثه هذول. السلام. بالعكس انا حاط سبيردان، انا فهد عطوي وذاك فهد عطوي. واحد شفته يجي على خصم خليه يغير. اي اليوم انا جاني خصم خلى على فهد عطوي. السلام. الاغلب قال ايش اسمه غربه ما غربه، والله ما في لا غربه ولا شيء، ولد لوكيشنات واجد عشيات وغديات، مستانسين ومرتاحين والحمد لله، الأمور طيبة. ومعرفة الرجال والله أنها تجارة، وبعض النجوم قبل اللي سبقونا نشوفهم خلف الشاشات، الحين لا والله صافحناهم، حب نخشومهم، وهذا والله أنه مكسب. السلام. لأن حنا وما نجي إلا والله أنه ما نجي إلا من بعدهم. نترك الكلام المهند الفيصل، عاد مهند الفيصل الله ما نجي إلا من بعده. عطهم. السلام يا مهند. السلام الله. استفدت من البرنامج أشياء كثيرة، لكن اللي أذكرها الحين معرفة الشباب، الله يديم صداقتنا. والشيء الثاني أني أعرف قيمة أهلي أكثر، أنا أول مرة أغيب عنهم فترة طويلة زي كذا. أسلم. الله 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 يوفق الوجه يا حبيبي. يا النقرة الثقيلة أنت اليوم صامت ما شاء الله، وش اللي صمت اليوم؟ ما خبرناك كذا يا اسامه. وعندي سؤال. ايه عندك اجل، منو عنده؟ وش مساكم الله بالخير. حياك الله، ما تنفع رسمي انت، خليك على الطبيعه. السلام عليكم. ما ينفع كذا معك طبيعه الطبيعه. ايوه يا اهلا ومرحبا. وش السؤال؟ وش استفدت من البرنامج؟ نقصت 5 كيلو بس الحمد لله. الرجال الطيبه والله ازين لك والله. أيوة. هذه الحسنه الوحيده ترى. ما ادري والله، شوف السلم عندك سلطان وفهد وفهد، هم شايفين قبل البرنامج شلون جسمي، والحين أيوة شلون جسمي. ومعرفه الرجال الطيبه هذه والله مكسب. وش استفدت بعد انا؟ الحمد استفدت انك موجود. استفاد اني موجود انا بعد. الله يوفقها. هذه بعد مكسب. وانا ملح البرنامج. صحيح. وسفير الابتسامه. يا سلام. ومدح نفسه كذاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا ابو هدال. مساكم الله بالخير. يا مرحبا يا ابو فارس. الله يسلمك. الله يعافيك ويطول عمرك. علوم قران ورجال بمطرق. يوم الجمعه واليوم الجمعه هذا. على طاري يوم الجمعه يقول اليوم جمعه يا كثر الخير والفضل فيه. اخذ لنفسك فرص من وقتك المزدحم تنفعك. يوم الولد ما ينفع امه وبيه وجيه متبيضه وجيه على الفحم، واللي يبي يواصل ارحامه ويواصل ذويه يبشر بها على ما قال المثل فالشحم، لان الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول لا يدخل الفردوس قاطع رحم.
الله طبعا الربع تكلموا والفائدة طبعا مثل ما قلت لكن انا اشوف اعظم فائده ان انا اجلس جنب عبيد فارس الله يرحمه الدين كذا تحرجني يا ابو حداد كذا تسمحوا لهم يخشون في السحب طبعا الكل منكم يعرف ان ما فيه بر مثل بر الوالدين وبالاخص الام عرفتوا انا بس عشان قال ابيات لي انا عندي ابيات فلم بعدها انا مناخذ ثلاث اربع ايتك عبد المجيد عبد المجيد انت مشكله مع المذيعين وش اسلم 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 عبد المجيد ما بعد كلامك كلام تكلم ابو فارس لا والله تقول والله تكلم خلص اللي عندك لا 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 خلص ريض انا ريض معك لا والله عقبك لا 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 انت عندك ابيات انت تقولها قلها اسلم عبد المجيد اسلم اسلم يا حبيبنا استفدت مشكلتك مع المذيعين ما عدت خلص في ناس دبلة وتشبدي وفي ناس الله العظيم انك صريح انت يا ابو استريح استريح يا ابو لا والله الجائزة صراحة ما بعد كلام اخويا كلام لكن الجائزة الحقيقية صحيح اخر اول شيء معرفة الرجال هذول كلهم والله اني اقول الصادق ان هذه لحالها جائزة عرفنا من الرجال الطيبين اللي عندهم من العلوم ومن الفائدة الشيء الكثير وجانا اختبار هنا جانا اختبار بسيط اللي هو البعد عن الأهل والبعد عن الأهل طال عمرك هذا اختبار قوي صراحة والله أنه اختبار قوي والكلام اللي بقوله أني والله استفدت منكم الشيء الكثير وان الجائزة معرفتكم مريد ولا بعد كلامكم والله كلام لا ترك المايك لأخوي أبو فارس بيض الله وجهك جمال الله حالك طبعا تخبرون